السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة أم جوهر الوصفات والطبخ. فيديو جديد إن شاء الله يلقاكم في صحة جيدة وفي أحسن الأحوال. فيديو ديالي إن شاء الله غنشوفوا المرزية ديال زمان على حقها، وطريقها كتجي رائعة وكتجي لذيذة ومعلكة وبطريقة جد مبسطة. إن شاء الله يعجبكم الفيديو، فما تبخلوش أي لايك فضلا وليس أمرا. الناس اللي مازال ما اشتركوش فاشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد، وكنشكركم على حسن المتابعة. ما نطولش عليكم وندوزوا على بركة الله المقادير على هذا الشكل. هذا كيف ما شفتوا المقادير عندي على هذا الشكل. فهنا بالنسبه للحم، اللحم دائما الكميه على حسب عدد الاشخاص او افراد العائله، يعني كتاخذوا الكميه اللي كتوالمكم. هنايا انا خديت تقريبا 1 كيلو ديال اللحم. هنا اللحم اي نوع يعني كتفضلوا، بقري او غنمي. وبالنسبه للتوابل فهنا غندوزو نشوفوا التوابل. عندي معلقه كبيره ديال الكركم او الخرقوم بلدي، معلقه كبيره ديال الابزار او الفلفل الاسود، معلقه كبيره ديال سكينجبير، وغنحتاج كذلك واحد ملعقه صغيره ديال القزبور يابس، وغنحتاج كذلك معلقه كبيره ديال العطريه ديال المرزيه، والملح على حسب الذوق. عندي هنا واحد 5 ديال الفصوص ديال الثوم. كنعرفوا ان المرزيه كتبغي الثومه اللي غنحكوها من طبيعه الحال، نحيدوا ليها القشر ديالها. فبالنسبه للتوابل هي هذه. وغنحتاجوا كذلك البصل. هنا البصل كيبقى اختياري، ممكن نديروها بلا بصله ديال زمان تقليديه، ممكن نديروها بالبصل. انا نفضل حيت نخدم طبق رئيسي، فدرت واحد البصله متوسطه مشلضه شنايف على هذا الشكل هذا. وعندي واحد 2 معالق كبار ديال العسل، نوعيه جيده، اختاريت عسل حر. وعندي واحد 100 غرام ديال اللوز. اللوز على حسب يعني المتوفر، كاين التزيين فقط، طبيعة الحال غنفسخوه من بعد. وعندي واحد 200 غرام ديال العنب المجفف او الزبيب بهذا الشكل هذا، اللي كذلك سوا غنفزقوه نرقدوه. وعندي ربع كاس ديال زيت الزيتون. انا هنا استعملت زيت الزيتون، ما استعملت زيت نباتيه، لان اللحم عندي ميدم. فاذا كان اللحم ما يدمش فغنستعملوا كاس مزيج بين زيت الرمي وزيت البلديه. فانا عندي واحد كما شفتوا كاس الا ربع، وضعت فيه واحد الشعيرات ديال الزعفران شعره رقدتهم. وغنحتاج واحد ملعقه كبيره ديال القرفه اللي هي مطحونه على هذا الشكل هذا، باش نعسلوا داك العنب المجفف مع المرزيه ديالنا. كما شفتوا هذه هي التوابل وهذه هي المقادير ديال المرزيه ديالنا. فغادي ندوزوا على بركه الله. من طبيعه الحال ناخذ واحد طنجره الضغط او طنجره عاديه على حسب يعني اللي متوفر. فهنا غادي ناخذ كيف ما شفتوا التوابل كامله. غنحيد يعني الثومه حتى نحكها، نحيد لها القشر ديالها، وغادي نحكها بالحكاكه. غنوضع هاد التوابل كلها في وسط الطنجره على هذا الشكل. كما شفتوا التوابل يعني ضروري ديك التوابل ديال المرزيه كتكون يعني جديده، باش كتكون الريحه ديالها زوينه وكتعطينا مذاق زوين. فهنا غناخذوا هاد الفصوص ديال الثوم اللي هما 5 ديال الفصوص ديال الثوم، ممكن نديروا حتى اكثر الا بغينا، لان كتجي الثومه صراحه رائعه في المرزيه، كتعطي مذاق لذيذ. غنحكوها بالحكاكه الرقيقه بهذا الشكل هذا كما شفتوا. وهنا غادي ناخذ يعني باش هاد العطريه هذه او هاد التوابل هذه باش غنخلطها، غنخلطها بداك ربع كاس ديال زيت الزيتون. كيف ما قلت لكم الا كان اللحم ما يدمش فغتاخذوا كاس نصف ديالو زيت نباتي ونصف ديالو زيت زيتون. وهنا كذلك خديت داك كاس الا ربع ديال الماء اللي يعني اللي نقعنا فيه او رقدنا فيه داك الزعفران شعره بهذا الشكل هذا. الا متوفر الزعفران شعره ممكن نستعملوا الضويمه ديال الزعفران كذلك، ولا كان الشعره يعني يستحسن. فهنا كما شفتوا كنخلط هاد التوابل كلها مع هاد الماء وداك الزيت بهذا الشكل هذا، حتى كتمتزج يعني وكتندمج مع بعضياتها بهذا الشكل هذا، ما كتبقاش كتل ديال ديك التوابل مكتله لينا بهذا الشكل. وهنايا بطبيعه الحال نسيت ما درتش معكم واحد المعلقه ديال السمن صغيره. هنا السمن صنع منزلي، يعني على حسب الرغبه، كاين اللي كيبغي السمن كاين اللي ما كيبغيش، فهو يفضل. انا كيعجبني السمن الصراحه، كيطلق واحد النسمه زوينه. وهنا غادي ناخذوا هذا اللحم ديالنا وغندوزوه في هذه الشرموله هذه. يستحسن هاد المرحله هذه نديروها بليله قبل، كتجي المروزيه ديالنا رائعه بزاف بزاف، لان كيكون داك اللحم تشرب يعني داك القوام كامل ديال هاد المروزيه هذه، وكيجي لذيذ لذيذ بزاف. يعني يستحسن نديروها ليله قبل، او على الاقل بحال اللي غندير انا، يعني غنخليه واحد ساعتين او ساعه يعني حتى يتشرب في هاد الطنجره ديال الضغط. نخليه يعني كيدوزو كيف ما شفتو كندوزو في هاد العطريه هذه او التوابل هذه، وكنخليه يرتاح، اي يعني كيتشرب لينا ديك العطريه على حقه وطريقه، باش كيتشرب على خاطرو، كيجينا اللحم لذيذ بزاف. اما يعني الا كنتي ما مزروباش به، فيستحسن انك تخليه ليله كامله، يعني ديري هذه العمليه في الليل، والصباح ان شاء الله كتفيقي صافي غير كتشعلي عليها، يعني كتكون مساله سهله جدا. كما شفتوا دوزتها في التوابل بهذا الشكل هذا. هاد المريقه راه هي فاش غادي تطيب، ما غنزيدش الماء مازال كما شفتوا. هنا غنغطي عليها ونخليها ترتاح تشرب واحد الساعه او ساعه ونص، وعاد ان شاء الله غادي نرجع باذن الله نكملوا باقي المراحل. هنا كيف ما شفتوا بعد ما دازت واحد الساعه ونص وارتاح اللحم ديالي وتشرب ديك التوابل بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا، فهنا صافي راه تشرب وارتاح. كما شفتوا ديك يعني داك الكاس لا الا ربع ديال الزعفران مع الماء كيطلق لينا داك يعني داك المرق بهذا الشكل هذا.
فهنا صافي ما غنزيد نضيفوش عليه الماء نهائيا. هنا غنكتفيو بالبصل، غندير البصل يعني ما غنزيدش المرق، داك المرق اللي غيطلق لنا البصل والمرق اللي كيطلق لنا اللحم. كنعرفوا ان حتى اللحم كيطلق المرق ديالو بهذا الشكل هذا. هنا كيف ما قلت لكم الا بغيتوا المروزيه التقليديه الاصليه كدار يعني بلا بصله، كدار يعني غير بدوك التوابل فقط. انا هنا حتى نقدمها طبق رئيسي فقلت ندير البصيله، وكنحاول ان ننزل لك البصل القاع ديال الطنجره بهذا الشكل باش تطلق لي داك المرق ويطيب فيه داك اللحم بهذا الشكل هذا. كيف ما شفتوا يعني البصله كتنزل القاع الطنجره بهذا الشكل هذا، كنحاول ننزلها. هنا المروزيه ما كنشحروهاش نهائيا، المروزيه ديالنا ما كتشحرش، يعني المروزيه الاصليه ديال زمان ما كتشحرش البصله، فقط كنوض يعني كنوضعوا غير اللحم. اصلا هي ديال زمان ما كانتش كتوضع فيها البصله نهائيا كيف ما قلت لكم، ولكن كانوا ما تيوضعوهاش كطبق رئيسي، كانوا كيديروها كمقبله، يعني اللي دخل كيحطوا ليه منها، اللي دخل كان الناس الحباب والاهل وكاين الاصدقاء يعني كيجيو كيحطوا لها منهم. فانا غنديرها طبق رئيسي، غنسديت عليها الطنجره وغن على نار اللي تكون مهيله مهيله بزاف بحال الشمعه، يعني بحال الدمعه كيف ما غتشوفوا معايا في الصوره على هذا الشكل هذا، باش يعني طلق لي المرق. كيف ما شفتوا حيت ما وضعتش الماء، انا ما مرقتش بالماء، ما رويتهاش داك البصل وداك الكاس الى ربع الماء، نار مهيله حتى تطيب معنا. وغادي ان شاء الله نرجعوا العنب المجفف ديالنا اللي هنا خديناه غسلناه ونقعناه في الماء بهذا الشكل هذا، بطبيعه الحال كنحيدوا من التراب وكنخليوه في هذه المويه هذه راقد باش يرطب لينا. وهنا بالنسبه للوز غناخذوه غادي نفزقوه في الماء طايب كيف ما كتشوفوا معايا، غناخذ واحد الكاسرونه وغنوضعوا فيها وغنفرغ عليه الماء اللي هو يكون مغلي، وغنخليه غير يطلع فيه الغليه فقط، غير يطلع فيه، ضروري اننا نغسلوه قبل بعدا من هاد التراب، عاد نفزقوه بالماء طايب بطبيعه الحال وطلع فيه الغليه ونفسخوه بطبيعه الحال وندوزوه في الزيت اللي تكون بارده. دائما اللوز كنقليوه في الزيت البارده. وغادي ان شاء الله نرجعوا نشوفوا الطنجره ديالنا فين وصلات. المروزيه ديالنا عطات ريحتها هنايا، يعني واحد الريحه ما شاء الله، شوفوا المريقه شحال كتجي. هاد المريقه هي اللي عطاتنا يعني ديك البصل والحيمه اللي طلقات لنا داك المرق ديالها فقط، وداك كاس الا ربع ديال الماء اللي فيه الزعفران شعره، هذا هو المرق فقط، باش الا بغيتوها تجيكم لذيذه وتجيكم كذلك معلقه. كما شفتوا هنا الحيمه ديالنا خلاص صافي راه طابت، كيف ما تنقولوا طابت زبده. كنحاولوا اننا ما نحركوهاش باش ما نشتتوش الحيمه ديالنا، كيف ما شفتوا راها طايبه على حقها وطريقه. هنا صافي جات المرحله ديال التعسال ديال المروزيه ان شاء الله. اكيد اكيد غناخذوا داك العنب المجفف اللي سقطرناه بطبيعه الحال بعد ما غسلناه ونقعناه في الماء، فغنوضعوه فوق اللحم مباشره بهذا الشكل هذا. هنا عنب مجفف يقدر يكون ابيض بحال هكا او يكون اسود بحال بحال، ما كاينش مشكل اللي متوفر عندك. هنا درت 200 غرام ديال العنب المجفف، كنوضعوا فوق اللحم مباشره وكنبداو المرحله ديال التعسال ديالو. ملعقه ديال القرفه اللي هي مطحونه بطبيعه الحال تكون جديده باش كتكون الريحه ديالها زوينه والنكهه كذلك كتكون زوينه. كما شفتوا هنا وضعنا فوق العنب المجفف القرفه ديالنا اللي هي بودره، وبطبيعه الحال كناخذوا العسل باش كننعسلوا هذا العنب المجفف هذا والمروزيه ديالنا كذلك. العنب المجفف عفوا العسل هنا ممكن تستعملوا هذه النوعيه ديال الزمزمي كذلك، كتجي لذيذه فيها واحد المذاق رائع. انا غنخلطهم بين هذه النوعيه هذه ونوعيه ديال العسل اللي هو حر كيف ما غتشوفوا، حتى هذا يعني راه عسل نوعيه جيده، ممكن ديروا اي نوع ديال العسل كتفضلوه اللي متوفر عندكم بطبيعه الحال. كل ما كانت نوعيه العسل جيده كل ما كتكون المروزيه يعني كتجي لذيذه وكتجي معلكه. فانا كما شفتوا وضعت ما يعادل واحد جوج معالق كبار ديال العسل، هنا كنزيد نضيف واحد جوج معالق صغار على هذا الشكل هذا باش نعسلو هاد المروزيه ديالنا بهذا الشكل كما شفتوا. صافي في هذه المرحله هذه ما كنضيفوا حتى شي اضافه اخرى، هنا ما بقى لينا الا اننا يعني كنغطيو عليها وكنخليو داك العنب المجفف حتى كينزل في المرق. بطبيعه الحال مره كنقبطوا الودنين ديال الطنجره ديالنا وكنحركوا غير بالودنين ديال الطنجره بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا في الصوره، باش كينزل لينا داك العنب المجفف في المرق وكيتعسل مع بعضياته، كتجي المريقه كذلك معسله وكتجي كذلك مرقه معلكه وكتوقف. هنا غنغطيو عليه بطبيعه الحال باش يرجع لي داك الصهد، باش يعني داك العنب المجفف يطيب لينا بهذا الشكل هذا كيف ما شفتوا. صافي هنايا النار بطبيعه الحال تكون مهيله بزاف، صافي فهنا كنخليوه حتى يعني كتوقف لينا المرقه وتعسل بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. تسمعوا هذا الصوت اللي غتسمعوه ان شاء الله، خليكم معايا باش تشوفوا الصوت اللي كتسمعوا يعني المرق كيفاش كيجي واقف بهذا الشكل هذا. كنحركوا كنقبطوا الطنجره ديالنا بهذا الشكل هذا، يعني صافي هنا كنرجع الغلاقه باش حتى كتعاود يرجع فيها الصهد. داك العنب كنشوفوا انه طاب، خصو يطيب يعني ويتعسل ويتعلك ويجي طايب حتى هو زبده كذلك كيف ما غتشوفوا. نخليكم تشوفوا معايا يعني التعليكه ديال المرق باش كتجي والصوت كذلك باش تعرفوا ان المرق وقفات بهذا الشكل هذا. سمعوا هذا الصويت بهذا الشكل هذا، صافي واقفه هكا
مابقاش فيها المرق، كتجي معلقه كتجي واقفه بهذا الشكل. هنا المرقه مابقاش فيها المرق نهائيا، بقات غير ديك التعليكه وبقات المرقه واقفه والزبيب راه تعسل صافي، يعني تعسل بهذا الشكل هذا. هنا كتكون صافي وجدات. دائما التحرك ما تنحركوش معلقه باش ما نشتوش اللحم، كنحركوها غير بهكا نشدو في الودينات ديال الكوكوط ديالنا وطنجره الضغط ديالنا هكا صافي صافي. هنا راه واجده على هذا الشكل كما شفتوا وجدات هنايا. هنا غادي ان شاء الله ندوزو باش نشوفوها في صحن التقديم ان شاء الله. ضروري تجي المرقه هكا ملبيه وعاقده ما يبقاش فيها المرق نهائيا، كتجي لذيذه لذيذه وكتجي معلكه كتجي رائعه. هنا كما شفتوا سمعوا الصوت، ضروري تسمعوا هذا الصوت هذا باش تعرفوا المريقه وكحات وعقدات لكم وقفات. هذا هو الصوت اللي كتسمعوا. نتلاقاو في صحن التقديم ان شاء الله. كان هذه هي الطبق ديال المروزيه ديالنا، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي رائع. كنقدمو بهذا الشكل اللي هو تقليدي، يعني كنزينوه باللوز اللي بطبيعه الحال قليناه كيف ما قلت لكم في الزيت بارده، كيجي على هذا الشكل فسخناه بطبيعه الحال وقليناه، وكتقدم المروزيه ديالنا كتجي معلكه ومعسله بهذا الشكل هذا. كتجي واحد المروزيه اللي هي تقليديه اصيله ديال زمان بطبيعه الحال. الفرق اللي كاين هو ان زمان ما كانوش كيديروا البصل، فكيف ما قلت لكم لان كانوا كيقدموها كمقبله، يعني اللي دخل كيف ما كنقول لكم الحباب والاهل كيحطوا ليهم، فحنا بما اننا كنديروا طبق رئيسي فكنديروا البصل باش كتجي كتعطي ديك الخطوريه اكثر. فلا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بلي لايك فضلا وليس امرا، وكنشكركم على حسن المتابعه ونتلاقاكم فيديو مقبل ان شاء الله.